عرض حصيلة إنجازات قطاع الأشغال العمومية خلال 60 سنة، هو ما تطرق إليه وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للأشغال العمومية في طبعته 18. لقد بلغ حاليا الطول الإجمالي لشبكة الطرقات بشتى أنواعها بما يقرب 141 ألف كيلومتر، من ضمنها 5900 كيلومتر من طرق مزدوجة، لا سيما الطريق الوطني رقم 1 العابر للصحراء والطرق الوطنية رقم 3 و6. يحتوي الساحل الجزائري ذو طول 1620 كيلومتر على 52 ميناء، منها 11 ميناء تجاري، مينائين للنقل المحروقات ومينائين للنزهة، و37 ميناء وملجأ صيد. حاليا تتوفر الجزائر على 51 مطار، من بينها 36 مطار مفتوح للملاحة الجوية العمومية موزعة على مستوى التراب الوطني. تشارك دولة قطر في هذا الصالون كضيفة شرف لتعزيز التعاون وجعله أكثر نشاطا في الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. وجود قطر هنا كضيف شرف دليل على كبير على قوة العلاقة بيننا وبين إخواننا في جمهورية الجزائر، وهذه طبعا العلاقة دائما نحن نسعى بشكل كبير لتقويتها أكثر وأكثر. الصالون كان فرصة هامة لإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الأجنبية. تهدف هذه الاتفاقيات لوضع أسس للتعاون العلمي وكذلك تطوير المعلومات ورفع من مستوى المؤسسة. الهدف من هذه الاتفاقية هي تمكين المخبر الجزائري من إرساء يعني مخبر جديد في مجال المترولوجيا، ويعني تمكينه من الوصول إلى الاعتراف بهذا المخبر عن طريق يعني منظومة الاعتماد. التظاهرة الاقتصادية ستعرف مشاركة جامعات ومدارس وكذا معاهد مختصة في الأشغال العمومية لبحث القدرات الوطنية في الإنجاز والدراسة والاستجابة لشروط التصدير، إلى جانب ترقية أنشطة الشراكة والمقاولاتية وكذا مرافقة حاملي المشاريع.